ماشي ماشي يا نسرين، انا مصدقك، مصدق ان انتي لا انتي اللعبه ولا انتي تبع اللعبه. هو انت بتدافع عنها ليه يا وسيم؟ عشان كلامها منطقي، ايه اللي يخلي اللعبه تدخل وتكسبني؟ اللعبه دي المفروض انها حاجه محايده، لا تلعب معايا ولا تلعب مع مازو. افهم من كلامك كده ان انت سكنت في العماره دي قصد علشان تلعبي مع وسيم ومازو؟ بالظبط كده. ومين اللي فهمك انهم بيلعبوا؟ محب جاركوا اللي طفش من العماره بسببك. ومين اللي عادي يا بسوني يا مامت؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتحاول تخوفها ازاي بشكلك ده؟ انت مش شايف شكلها عامل ازاي؟ تعالى. ومين محب؟ محب ده اللي الواد مازو خرم له السقف بتاعه وحط ميه نار؟ ايه ده اللي انت حطيت له هو ومراته خليه نحلة البلكونه وقعدت تقرص فيهم لحد الصبح؟ اه محب ده كان بيتمرن عندي كيك بوكسنج، وكان هدفه من التمرين انه يديك علقه انت ومازو ما تنساهاش طول عمرك، وكان دايما بيحكي لي على لعبك ورهانات. في الاول الحقيقه اتشديت قوي لجنانكم، بس بعد كده لقيتكم ما بتلعبوش. اه ده انت مراقبانا من زمان قوي بقى. لغايه اما لقيت البنات بيعملوا حاجات غريبه قوي، ساعتها عرفت انها اللعبه وان انتوا ناويين تلعبوا، فقررت ابقى معاك. اسمعي بقى يا ست الستات، الكلام ده لو هيخيل على الفرافير دول فما يخيلش عليا انا. انا مش ماريو، انا سوبر ماريو، وكل شيء اتكشف وبان. انت اللعبه واحنا فاهمين بعض، فقولي لي المهمه اللي جايه ايه وبكام نقطه. والله ما اعرفش. طب مين اللي هيكسب المهمه الجايه يا ابني؟ وانا جايه لك من المستقبل، ما انا زيك اهو. وسيم انت مش مصدقني ولا ايه؟ وسيم ايه، ما تجيبيش سيرتي على لساني خالص، انا مش مصدق. معقوله جوازك مني ده طلع في الاخر لعبه؟ هو ده اللي فرق معاك يا حنين؟ ما انت كمان يا وسيم جوازك مني كان لعبه. وقعت يا حلوه، وقعتها لك، عيب عليكي. ايش عرفك بقى ان اللعبه كانت عايزاني انا ومازو نتجوز جارتنا الست الطف؟ انا ما اعرفش على فكره، انا كان بقالي كتير قوي بحاول ادخل العماره وما كنتش عارفه. محب باع شقته وغريب ما اجر شقه كلها، بس عرفت بعد شويه ان الطاف ده بتخنقه في العماره وكانت عايزه تمشي وعايزه تاجر شقتها فاجرتها. يعني انت ما كنتيش تعرفي فعلا؟ والله ما كنت اعرف، انا كنت بدور على اي حاجه عشان العب معاكم، وبعدين لقيتكم فجاه انتوا اللي بتحاولوا توقعوني، ففهمت ان اللعبه عايزه كده. ساعتها قلت حلو، جيتوا على حجري ودخلت لعبت معاكم. واشمعنى ويسو بقى اللي اخترتيه ووافقتي عليه؟ بصراحه انا كنت بكراش على مازو لاني كنت معجبه بدماغه، فاضيه ومفيش حاجه فيها غير اللعب. هو انسان تافه اصلا. بس لقيتك يا بيبي اتفه منه وفاميلي مان وكيوت. يا ربنا يخليك، انا كده دايما. على فكره هو كيوت وفاميلي مان مع عيلته بس، مش يا حبيبتي؟ ايوه ايوه انا فاميلي مان مع عيلتي بس، صح صح زي ما هي قالت كده. بس بصراحه لقيت ان التعامل مع اسراء اسهل كتير من التعامل مع شيماء. قصدك ان انا هبله يعني ولا ايه؟ خلاص بقى يا هبله، ما اتكشفنا بقى خلاص. عموما انا لا يمكن اكمل حياتي مع واحده خداعه زيك. ما تطولش، ابعت هات المأذون. في ثواني. وال8 مليون جنيه في ثواني بتبيعيني كده؟ معقوله؟ خلونا في المهم، فين الجايزه؟ جايزه؟ جايزه ايه ان شاء الله؟ بتقصد الفلوس؟ فين يا ست الفلوس؟ دي بتيجي كل حين ومين. اه والله العظيم ده احنا لنا فلوس من اول اللعبه، صح ولا يا رجاله؟ صح صح. البحيره بعت لك رزق يا لعيب. اه اه دي مثلا مثلا فلوس اول لعبه. اه اه صح صح صح, صح, صح. بيسو. نعم. انت بتحور صح؟ صح. قسم يا بيبي واديني نصيب. نصيب مين يا ام نصيب؟ الجائزه لازم تتقسم على خمس. صح. واحمدوا ربنا ان انا دخلت العب معاكوا وان انتوا عايشين اصلا. صح. الفلوس دي هتتقسم على خمسة وتقعدي في البيت لحد ما تتطلقي، احنا فرقتنا كاملة ومش محتاجين حد. صح. آه. غلط، أنا معاكم من هنا ورايح في الفريق ومش هتلعبوا من غيري، والموبايل بعد كده هيبقى معايا. صح صح يا بس، وأنت بتقول أي كلام أي عبط. لحد هنا يا حبيبتي فول ستوب، الموبايل ده هيفضل معايا مع اللعيب. أنت هتنزلي معانا بس جاست تريننج كده لغاية ما نشوف. صح. صح. لا يمني. لا يمني على الفاكهة. جول! منك لله يا شيخ، منك لله. انا كنت بلعب وراكبه ومدلدله، دلوقتي بقيت متدلدله. انت ايه يا اخي، ما بتعرفش تكسب خالص؟ خساره ورا خساره ورا خساره، ده انت لو الفار لعب في عبك هيخسر برضه. بقول لك ايه يا شيماء، انا مش ناقصك انت وعيلتك، واعملي حسابك من بكره تروحي النادي وتتمرني كاراتيه وكونغ فو زي الولايه اللي هناك دي. وكيك بوكسر. وكيك بوكسر. بوكسر في نافوخك انت وهو. منور يا غربه. تعيش يا سيما. منور يا غرابه. منوره يا حماتي. ايه ده نورك يا عينيا. اصل يا سعدون اللعيبه مننا قدام،
وانت يا حماتي ما شاء الله من ساعة ما لعبتي معانا واحنا بنصارع على الهبوط. خلاص خلاص بقى، انتوا هتقعدوا تتخانقوا مع بعض، شكلكوا اتحسدتوا يا اخويا. تستاهل، مش دي اللي انت بعتني عشان تلعب مكاني؟ ده انت مازو اللي كان بيكسب طول الوقت تخسر كده بسبب ادمها النحس الفقر وعلى ايد واحده ست بربع جنيه. دي مش ست اصلا، دي من الافينشرز، دي كات وومن. طب ايه رايكم بقى، دي اول واحده هتجيب لها طلباتها في العماره. قلت بس عارف يا مازو، السؤال اللي محيرني ومجنني، هي الناس دي بتكسب كتير قوي ليه كده؟ عشان انت بتلعب معايا، ده سبب رئيسي. بس الحاجة اللي مجننني أكتر، لما بيكسبوا إيه الفلوس الكتير قوي دي اللي بياخدوها؟ ده أنا الشنطة اتفتحت شفت أساتك طالعة وأساتك نازلة وأساتك طايرة. مازو أنت لازم تقدم احتجاج رسمي للعبة في اتحاد اللعبة عشان الظلم اللي بنتعرض له ده. مساء الخير. مساء النور يا فندم. مساء النور. مساء الخير يا جروب. أنا آسف جدا إن أنا قطعت عليكم جو الكآبة ده. إنجز يا بسيوني، عايز إيه؟ في الحقيقة أصلنا مروحين، القعدة بتاعتنا ملهاش لزوم دلوقتي، هنقعد ليه بقى مدام احنا كسبانين؟ فكنت جاي استأذن من حضرتك ان انا اخد شكشوكة حبيبة قلبي ونروح، بس هرجعها لك اول ما نوصل. حلفتك بالله تاخدها وما ترجعهاش تاني. لا ازاي، لا ازاي، انا ما تعودتش على كده، دي امانة ولازم ارجعها لك. يلا بينا يلا بينا. احنا مش عايزين منه الشنطه. طيب ليه، ما احنا قاعدين مع بعض. شيل لحضرتك الشنطه. طيب ما احنا قاعدين ما انا كلهم مع بعض. تعالى تعالى سيبك منه. التكلفه اللي بيعملوها احنا جرب.